على هذا نرجع ونقول بأن القاعدة متينة، وهي عدم جواز الاجتهاد فيما ورد من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شرط أن يكون قطعي الثبوت قطعية الدلالة مع العمل به في موضعه، وما عدا ذلك فجائز الاجتهاد والتحديث حسب ما تراعى فيه المصلحة، لكن هذا الأمر إنما يقوم به أهله دون غيرهم وهم العلماء، لا كما يدعي بعض الناس من أن كل أحد يتاح له الاجتهاد، إن كان مرادهم فتح باب الاجتهاد فنعم هو باب فتحه الله تعالى لا يملك أحد غلقه، ولسنا مع دعوى غلق باب الاجتهاد التي طرأت فيما قيل على بعض فترات من فترات الفقه الإسلامي على تقدير حصول ذلك، وللعلماء خلاف في هذا الأمر، فنحن مطلقا لا نمنع باب الاجتهاد لأنه فتحه الله ولا يملك أحد غلقه، ولا نحصره في من حمل شهادة في الشريعة، وإنما نشترط له شرائط، فهو على هذا مفتوح لكل أحد سواء كان طبيبا أو مهندسا أو صيدليا أو تاجرا أو غير هؤلاء، أو كان عالما بالشريعة كما هو معلوم أو متخصصا بالشريعة، ولكن يجب أن يكون متحصلا لشروط الاجتهاد، أما إن كان غير متحصل لها فلا يؤذن له بالاجتهاد على رغم أنف هؤلاء، لأن هؤلاء لا يتقبلون الحديث عن الطب من غير متخصص فيه ولا في الهندسة ولا في غير هذه المجالات، فلما يتكالبون على الشريعة لهدم قواعدها، وذلك تقول على الله بغير علم، فلو كان القول جائزا لكل أحد فلما حرمه الله تعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بل قرن ذلك بالشرك حين قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد سئل الإمام السالمي رحمه الله تعالى كما في أجوبته عن شخص المعي الذكاء قادر على الوصول إلى الحكم الشرعي بذكائه، هل له أن يجتهد في المسائل على سبيل قياس بعضها على بعض؟ قال لا ولا نعمت عين، فإنه إن أصاب مرة أخطأ عشرة، لأن باب الاجتهاد مفتوح في الأمور الظنية، أو نقول لأن باب الاجتهاد مأذون به في المسائل السمعية، فلا سبيل للعقل للوصول إليها لأن العقل يحكم بإمكانها وجوازها، والترجيح إنما يكون بالشرع بدليل سمعي لا عقلي، تارة يتفقان وتارة يختلفان. وقد ناقش العلماء ابن حزم في رسالته في إنكار القياس في هذا الأمر، وممن ناقشه باستفاضة ابن القيم في زاد المعاد، لا ما في اسم زاد المعاد، في كتابي الآخر إعلام الموقعين، ناقشه وبين أن العقل تارة يستحسن شيئا فيأتي الشرع بخلافه، يعني حسب
الاستحسان المتبادر إلى الذهن، وإلا فالأصل أن الشرع لا يخالف العقل.